ألو، أنا اسكندر الكبير. إن شاء الله ألف مبروك يا مراد علمدار، والنار اللي شعلتها شافتها اسطنبول كلياتها. شاف العدو الصديق، شو بدك؟ الكل شافوها لهديك النار، للأسف إلا أقرب صديق لإلك. من الصبح لهلا وأنا عم بشرح لميماتي شو يعني إنك تشعل هديك النار. يعني إنك رح تقرأ الكتاب الأحمر. قلت له ميماتي، إذا بتريد اللي إمتى وين رح يقرأ مراد علم دار الكتاب الأحمر وبتروح على بيتك. وإذا ما بتقول يا ميماتي أنا رح أقتلك. وميماتي شو قال لك؟ شو عم بتقول يا ميماتي؟ مثل ما بيقول مراد أنا بقول، وما عندي شي تاني. سمعت مراد علمدار؟ ما سمعت. افتح سبيكر. وهي فتحته. ميماتي عم يسمعك. ميماتي؟ نعم معلم. أنا مسامحك بحقي عليك، سامحني. سامحتك معلم. اسكندر، رح أرميك بهذيك النار وأحرقك. وهلأ شو ما بدك ساوي معلم؟